في إنشاء قوانين منظمة للعمالة داخل القطاع الخاص. يعني أنا مش عايز أفرض عليه حاجة، لكن هو لازم يبقى في حاجة اسمها حد أدنى وبالساعات، هو ده دي اللي هي تعمل تحل اللي فيه بار تايم وفول تايم. ما هو ما هي دي القوانين معادلة، العالمية دي معادلة برضو. موجودة من العشرينات يا أستاذ نادر، هي مش استحداث. دي معادلة محتاجة يا أستاذ عادل، معادلة القطاع الخاص معادلة صعبة. علشان تفرض على القطاع الخاص أو يكون هناك إلزام بقوانين خاصة بالعمالة، فلازم كمان إنك أنت القطاع الخاص النهاردة كتير من المشروعات الخاصة أو القطاع الخاص قفل مشروعاته. لان حاله يا استاذ نادر هو ماشي غلط، لان الحد الادنى ما بيتقاس بالشهر، انا لسه بقولها دلوقتي، يتقاس بالساعه لا بالاسبوع طبعا. ولا باليوم ولا بالشهر، بعدد ساعات طبعا. العمل في ساعات تبقى بارت تايم يعني عمل جزئي ما بيشتغلش كل الساعات، وفي ساعات بيشتغل الفول تايم، ودي معناها ان انا بحدد الاجر بالساعه مش باليوم مش بالاسبوع مش بالشهر. بكل تأكيد بكل تأكيد، احنا بنتكلم على العمل في مصر، لا احنا ماشيين من غير قوانين ومفيش نظام معين لإحكام السيطرة في فكرة القطاع الخاص والعمل بالقطاع الخاص. لكن زي ما بقول لك، هي منظومة متكاملة، يعني منظومة متكاملة تبدأ من فكرة العمل نفسه وفكرة الإنتاج والقطاع الخاص، اللي ازاي ان انا اشجع القطاع الخاص في فكرة زيادة الإنتاج وخفف عنه فكرة برضو تطبيق اللي بيحصل من الضرائب والفواتير والمرافق، لأنه في الآخر الدولة بتضطر إنها تعوض فارق الموازنة اللي بيحصل ده برضو من الناس من خلال الرسوم اللي تفرضها، رسوم وضرائب وغيره في مختلف القطاعات، وده بيخلي القطاع الخاص إنه هو بيشوف أقل عمالة. النهاردة بنتكلم على الفنادق، قطاعات الفنادق السياحية هي تضطر انها استغنت عن العمالة المحترفة او خريج السياحة، وبيجيبوا عمالة يعني بتاخد اقل شيء عشان يقدروا يحاولوا ان هم يوفروا او يحاولوا ان هم يعوضوا خسارتهم الموجودة. فهي العملية كلها منظومة متكاملة، ازاي ان احنا نديرها. تمام السوق ماشي، يعني هدي عشان اقدر احقق وافرض شروط على القطاع الخاص او غيره، يبقى لازم اعمل استقرار في السوق. النهارده انا النهارده مفيش مستثمر هيقدر ان هو يستثمر في ظل المناخ اللي موجود ده، اللي هو مش عارف السوق ماشي ازاي، الانتاج ماشي ازاي، المواد الخام ماشي ازاي، سعر العمله الصعبه ماشي ازاي، اللي كل ساعه بتتغير. انا احط دراسه جدوى على اي اساس؟ انا احط دراسه جدوى واحط مرتبات للناس على اي اساس؟ وانا عندي كل ساعتين او كل يوم الدنيا بتتغير. ما هو الدنيا بتتغير لان مفيش قوانين بتحكم هذا التغيير، لا في انخفاض قيمه العمله ولا في طبعا. التضخم ومعالجه التضخم ولا في الاجور سواء بين القطاع العام والقطاع الخاص.